وعن الموازنة الإصلاحية تقول عضو المالية النيابية إخلاص الدليمي إن لجنتها أشرت عليها ملاحظات كثيرة. نسبة العجز في هذا القانون كبيرة جدا، وصلت 71 تريليون، هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، تخصيصات عام 2021 تجاوزت هذه التخصيصات بكميات كبيرة جدا، يعني على سبيل المثال رواتب الموظفين 12 تريليون أو 11 تريليون صعدت. فبالتالي نحن كنا في عام 2020 أمام مادة توقف جميع التعيينات، من أين أتت هذه التعيينات وكيف تم صرف 11 تريليون كرواتب، يعني هذا كلام كبير جدا.